رجليا يا جنبي، رجليا جيدة. ايه؟ امال لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح؟ الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني ايه؟ يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على ايه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش، وما تفتحوش لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه؟ لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي. انا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطها لي؟ هي ربطة الرباط الصليبي. ايه؟ لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة انا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون، كام داون، احنا جايبينه لك. خف الدم، جميله جدا طبعا، حاجات لطيفه. بس عايز اقول لكم حاجه واحنا داخلين على محور حوار مهم جدا النهارده. في حاجه مهمه جدا في الطب دي انا مهتم بيها قوي، اسمها باثولوجيكال فراكشر. يعني ايه ده بقى؟ هتقول لنا انجليزي بقى؟ لا استنوا بس. باثولوجيكال فراكشر يعني معناها كسر مرضي. ايه كسر مرضي ده كمان؟ يعني عندنا احنا في البطنه في نقص كالسيوم، في ده منتشر جدا. نقص كالسيوم معناها ان العظم ممكن يحصل له هشاشه، وده بيحصل مع خلل في الغده الجردلقيه. لو حصل ان الفخذ، عظمه الفخذ دي بالذات بدا يحصل فيها هشاشه، ممكن تكسر بسهوله. يقول لك عليها كسر مرضي. كسر بسهوله يعني ايه؟ وانت ماشي خبطت في الانتريه. هو لما واحد يتخبط في انتريه ممكن يحصل له حاجه؟ لا، ممكن الناس تتكسر في الحركه دي، اللي عندهم هشاشه عظام، كبار السن شويه، اللي عندهم مشاكل في الغده الجردلقيه وغيرهم. اللي عندهم هشاشة عظام دول بقى مش بس غدة جردلقية، حاجات كتير. كان زمان فكرة ان الكسر في عظمة الفخذ او عظمة الحوض دي كسور خطرة وكسور يعني عن ديسابيليتي وما الى اخره. ده اللي هنفهم النهاردة، التطور الرائع في العلم في التعامل مع مثل هذه المشكلة هيكون ازاي. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيف عزيز عليا جدا، قيمة علمية كبيرة وطبعا اسم لامع وبيونير مصري عربي وايضا اسم عالمي في مجال العظام، هو طبعا القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد عبدين، استشاري واستاذ جراحه العظام بكليه الطب جامعه الزقازيق ورئيس وحده جراحه المفاصل الصناعيه بمستشفى التيسير الدولي العريقه بالزقازيق. هذا الصرح الكبير، اهلا بيك يا دكتور عبدين، منورنا وحشنا جدا جدا الحقيقه. يعني فعلا ما شاء الله في زمن قياسي بقى ليك كاريزما ومعجبين وحضور كبير، وعايزين نتكلم كتير على اصابات الملاعب والركبه والى اخره. الدوري عمال يسخن يا باشا والكلام ده له مردود حلو قوي. لكن عظمه او مفصل الفخذ ناس كتير ما تعرفوش. هو مفصل الفخذ مفصل، اكبر مفصل في جسم البني ادم، بينقل الوزن من العمود الفقري على الرجلين عشان الواحد هو واقف هو ماشي. هو بيتكون من عظمة الحوض، بتعمل زي حق كده بيبات فيه راس مفصل، راس عظمة الفخذ. هو مفصل حركاته واسعة وكبيرة، وهو بيبقى فيه دورانات مع بيبقى اكتر مع الواحد واقف الواحد ماشي طالع سلم نازل سلم. هو مفصل لما بيحصل فيه مشكلة يبقى البني ادم مش هيقدر يعني يعيش حياته الطبيعيه. يعني مثلا ممكن يبقى في مشكله في الانكل في الركبه، الواحد يعرف ينام يقوم ويعلق رجله، انما مع الفخذ بيبقى حياته صعبه. لانه هو بيتحكم في كل الحركات اللي يعني عندك، زي حضرتك ما شايف ده عظمه الحوض وده راس عظمه الفخذ، بتتحرك بالطريقه دي جوه مفصل. هو طبعا في اربطه وعضلات هي اللي بتمسك الاثنين في بعض، يعني تمسك العظمه دي في دي، وفي دم بيعدي لراس العظمه دي بس بيعدي عن طريق العنق عظمه الفخذ. وده لب الموضوع، ان راس عظمه الفخذ دي واخده الدم من تحت، ما فيش دم بيجي لها من فوق. فاي كسور او امراض في الوسط بين الراس وبين عظمه الفخذ بتؤدي ان راس عظمه الفخذ ديت يحصل فيها تلف ويبدا المشاكل بتاعت عظمه الفخذ. اها.
طب حركة المفصل نفسها حضرتك قلت لنا ان الحركة واسعة ومتعددة ازاي؟ يعني حضرتك لو حضرتك عايز تمشي وعظمة الفخذ والمفصل ده مش شغال مش هتعرف تمشي كويس. يعني المشي هتبقى مش مظبوطة نهائيا، يعني مش هتعرف ترفع رجلك من على الأرض. هترفع جسمك بقى كله بميل. يعني تطلع سلم تنزل سلم تقعد كل ده معتمد على ده اساسي. كل ده معتمد على مفصل الفخذ مع مفصل الركبه. مفصل الفخذ اساسي اكتر من مفصل الركبه. هو بينقل الوزن كمان. يعني حضرتك علشان تقف على رجل واحده في عضلات في الناحيه اللي انت واقف عليها بتشد الحوض بطريقه معينه بحيث ان هو ما يملش من الناحيه الثانيه. يعني انت واقف على دي المفروض ان دي تسقط لما انا اشيل دي من على الارض، لا في عضلات هنا بتشدها تعدلها كده بحيث ان وسطك يبقى مظبوط وكتفك تبقى مظبوط ما تقعش انها ناحيه. العضلات دي مهمه جدا. طيب حضرتك قلت لنا انه الدم اللي واصل لهذا المفصل بيجي من تحت، صح كده؟ تمام. ايه الاحتمالات يعني الكسر اللي قد يكون مفاجئ وغريب ونقول عليه كسر مرضي، ممكن احتمالاته تكون ايه؟ هو كسر مرضي هو في كسر العادي ده اللي هو فيه إصابة بقوة معينة تؤدي لكسر العظمة، إن الرجل حادثة الرجل اتلوت بطريقة عنيفة واقعة جامدة من على الأرض. إنما ممكن مثلا واحد ماشي، يعني الكسر ده شائع جدا في السن اللي هو فوق الخمسين سنة بالذات في الستات بيحصل عندهم طبعا بعد انقطاع الطمس بيحصل بداية هشاشة العظام لأن هرمون الاستروجين والبروجسترون دول بيزودوا ترسيب الكالسيوم في العظم. فمع الوقت بقى بالعظم بيبقى فيه هشاشة، الهشاشة دي بتأدي إن العظم ده يبقى سهل الكسر. ممكن هو ماشي يتعطر مثلا في سجادة في حاجة تلاقي لفة الرجل دي تروح كسر عظمة الفخذ في عنق عظمة الفخذ. ما يتكسر عنق عظمة الفخذ زي ما حضرتك شايف كده، إذا الدم اللي رايح لرأس العظمة ده ممكن يكون اتأثر لأن شعرات بسيطة جدا ماشية في المكان ده. فتيجي في السن ده كمان صعب جدا إن أنت تثبته بقى، إن أنت تثبته عشان يلحم. أنت لازم تعمل له استبدال. مش ينفع يتثبت؟ لا ما ينفعش يتثبت، لو ثبته مش هيلحم. مش هيلحم. وممكن الراس دي نفسها تحصل تموت. أفاسكولا نيكروز. تمام. لو عدم وصول الدم فتتآكل الحتة دي. تمام. حتى من غير الكسر في أمراض بتؤدي إن اللي بيحصل الشعيرات البسيطة دي يترسب جواها حاجات تموت جزء من راس عظمة الفخذ. زي أنيميا الدم المنجلية. تمام. وأكتر بقى بتيجي مع الناس بياخدوا كورتيزون. يعني اللي بياخد كورتيزون دايما لما يحس بألم في الفخذ قدام كده واصل لغاية الركبة لازم يعمل فحوصات سريعة رنين مغناطيسي عشان تكتشفها بدري. ايوه. يعني في جزء زي ما حضرتك شايف في الصورة، الجزء اللي فوق ده الأبيض ده جزء ده حصل فيه تآكل في راس عظمة الفخذ. جزء من العظم مات مش واصل له دم. العظم كائن حي في خلايا لازم لها دم عشان تعيش. لما الجزء ده بتلاقي جزء من عضله راس عظم الفخذ اتاكل بعد كده يبقى طبعا مش قادر يشيل وزن، يبدا يحصل له كولابس او انضغاط، يبقى ما بقاش شايف حضرتك راس العظمه في جزء يعني جوه العمليه. جوه العمليه تلاقي راس العظمه ما بقتش واخده الكونتور الطبيعي بتاعها، ما بقتش مستويه، تبدا هنا الخشونه المفصل. على فكرة في ناس كتير ما تعرفش ان العظم له دم بيوصل له طبعاً. والعظم له احساس يعني طبعاً. في فازة فازورة مفازة نرفوزة، صح كده؟ مش انا قلت صح؟ يعني في عصب اسمه فازة نرفوزة وفي دم. هو العظم حضرتك عبارة عن نيوترنت ارتر، كائن غير لا ده شرايين اسف. ده لا ده نيوترنت ارتر، ده شريان مغذي. ايوه. يعني العظم كائن غير حي جواه كائن حي، يعني هو عبارة عن شبكة غير حية اللي هو الكالسيوم والكالسيوم الحاجات اللي هي الغير حيه وجواها خلايا حيه بتبقى موجوده جوه العظم. الخلايا دي اللي بتكون عظم وبتشيل عظم. يعني حضرتك عظمك مثلا وانت مولود بعد 30 سنه ما بقاش عظمك موجود، بقى عظم جديد اتكون. كاني اتولدت من جديد. ايوه. العظم ده بتغير كاملا زي حضرتك الجلد ما بتغير، زي الشعر، كل حاجه الحياه كده. فالتغير ده عندك خليه بتبني وخليه بتاكل. لو اللي بتبني اتعطلت او اللي بتاكل شغلها زاد بقى عندك هشاشه. ما بقاش العظم قوي بما فيه الكفايه.
طيب احنا واحنا بنتكلم بقى حضرتك قلت لنا في حالات لازم نغير المفصل صح؟ تمام. ايه حكايه بقى تغيير المفصل وخصوصا المفصل صعب؟ هو تغيير المفصل ده يا اما حالات في كسور زي الكسر اللي احنا شفناه ده في السن بعد سن الخمسين السن الستين بالذات لو منقول ومتحرك من مكانه جامد، لو هو في مكانه وما اتحركش يبقى اذا ما قطعش الشرايين اللي رايحه للراس العظمه، انما لو مكسور ومتحرك او فوق سن الستين فرصه الالتهام ضعيفه جدا. ثانيا فلو هتثبت وتستنى ما يلحم لما لحمش يبقى انت هتاخد وقت كتير نايم في السرير وما بتتحركش وده مش كويس، فبتعمل تغيير لراس العظمه دي براس ثانيه. ده اللي هو بسميه نص مفصل. يعني انت الاصابه فين دلوقتي؟ الراس بس، انما الحق اللي هو في الحوض موجود زي ما هو. فانت بتغير الجزء اللي ناحيه الايه؟ اللي ناحيه عظمه الفخذ بس. يعني هو المفصل عامل كده زي كده يعني زي كده بول اند سوكت. تمام. كوره في دي سليمه ما اتكسرتش. يبقى انا هغير دي. لو في خشونه بقى الاثنين بيبوظوا بعض فيبقى مفيش مفصل، مفيش نعومه هنا ولا نعومه هنا، لازم اغير الدب واغير ده. حلو قوي. تمام. نشوف بقى المفصل. في ناس كتير بتخاف من كلمه مفصل صناعي دي قوي. طبعا يعني احنا وضح للناس كتير بس هو بساطه وسهوله تغيير مفصل في الركبه. يعني هنا حضرتك على الشمال ده مفصل حصل فيه تاكل تماما. ما عادش فيه المفصل دايما حضرتك، اصل البني ادم ما فيهوش هوا، الفراغ اللي موجود بين العظم ده الغضروف اللي هو بينعم المفصل. معنى ان العظم جه على بعضه بالطريقه اللي حضرتك شايفها يبقى ما عادش فيه غضروف، يبقى العظم بيحك ببعض، ما عادش فيه مفصل، ما عادش فيه ليونه. العين يحس بايه؟ يحس ب ب ب ب يعني بيسموها ديسابيلتي، يعني مش قادر يعيش حياته الطبيعيه. ده عكس الركبه شويه وجع، يعني الركبه عما توصل المرحله دي بتاخد وقت طويل. انما في الفخذ الالم ده بيبقى شنيع، بيأثر على النوم والمشي والحركه كل حاجه. او ماي جاد. وبيتلخبط كتير مع الم الظهر. ازاي يا فندم؟ لان هما الاثنين، لان ممكن يبقى عندك غضروف وعندك خشونه في الفقرات لا اثرت على فخذك. فلو ما تفحصش كويس ممكن، في ناس كتير بتعمل غضروف وهو عنده خشونه في المفصل. طبعا لو الطبيب مش واخد يعني راحته في الفحص وكده او مش متخصص او في يعني بيشوف الاثنين بيعرف الاثنين فهتلاقيه ممكن يغيب عنه الموضوع ده ويفتح الظهر، والظهر ما فيهوش حاجه، والظهر وممكن يعمل اشعه على الظهر ورنين وفي برضه غضاريف بسيطه وحاجات كده. يعني بس المشكله الاساسيه عند المريض بتبقى من المفصل. ففي الحاله دي بقى العمليه تلاقيه ما ارتاحش من العمليه ويجي لك عامل عمليه غضروف وعنده مشكله، بعد كده بقى الدكتور يبدا يعمل له اشعه يلاقي في مشكله في مفصل في الحوض وبعد كده يبدا يعمل يبدا يخش في قصه تغيير المفصل. عظيم جدا. طب احنا دلوقتي يعني حكايه بقى تغيير المفصل بالكامل. تمام. وانواع، يعني هل في انواع بقى كمان في المفاصل الصناعيه دي؟ هو في تطور في المفاصل الصناعيه. اول ما بدات كانت بطريقه انها ما بتعيش كتير والماتيريال نفسها الماده اللي بتتكون منها استحدثت يعني مراحل كتيره، يعني دي مراحل من القصه. احدث حاجه طبعا المفصل ده عشان تثبته في العظم يا اما تثبته بطريقتين، يا اما في حاجه اسمها اسمنت عظام، ماده بتمسك العظم في المفصل في الحديد نفسه يبقوا حته واحده، ثلاثه مع بعض، المفصل مع الاسمنت مع العظم. او ان انت تركب المفصل ده بمعنى ايه؟ بريس فيت، يعني محشور في العظم السليم. في العظم السليم. اما يتحشر كده ما هو انت بعد شويه هيهوي، طب ايه اللي هيمسكه؟ هو المفصل ده مبطن بماده زي العظم، قريبه من العظم، فيلحموا مع بعض يبقوا حته واحده. على طول؟ طول العمر خلاص. لا يعني الحكايه دي تاخد حوالي ست اسابيع. ست اسابيع؟ لازم يبقى مرتاح العيان انك تحرك. مش شرط، لو انت ضغطه كويس جدا انت هو في ست اسابيع مش هيتحرك. في خلال ست اسابيع هيكون التئم، لو في حركه مش هيلتئم. يعني لازم العيان يكون مقيم في السرير؟ لا مش شرط. مش شرط. بيمشي عادي. هو بتختلف اثناء العمليه، لو حضرتك شايف ان انت الامور بقى ماسكه حديد خلاص يمشي من اول يوم. يمشي من اول يوم؟ لو هو شويه عظمه ضعيف شويه، سنه كبير والعظم ضعيف وكلام زي كده، ممكن تسيبه مثلا ست اسابيع في السرير، بس ممكن يقعد على كرسي يعني
مش لازم نوم كامل في السرير او يمشي ومش بيحمل على رجله كده يعني. عظيم قوي. طب العمليه ازاي بتتعمل؟ انا عايز افهم، لانه برضو يعني عشان نقول لعيان تعالى احنا نعمل لك تغيير لمفصل فخذ. ما هو دايما المريض عشان يعمل عمليه مفصل فخذ لازم عنده الام وعنده حياه متعطله، فهو بعد العمليه ما عادش عنده الالام والحياه المتعطله. هو العمليه ببساطه هي، هو طبعا زي ما حضرتك يعني عارف ان اي حاجه انت مش عارفها بتبقى صعبه، واي حاجه انت عارفها بتبقى سهله. انا ما اعرفش حاجه عن العظام خالص يعني. العظام دي منطقه مظلمه بالنسبه لي زي ما حضرتك شايف. احنا يعني لما تقولي تغيير مفصل والله انا عمري ما قريتها عنه. هو الفكره ان انت عندك الحق ده متاكل يعني مش مظبوط في الهبونه. فبتعمل له زي ايه، بتشيل الطبقه اللي هي الناعمه، البقايا الطبقه الناعمه دي بتشيلها. رجلاش يا باشا. ايوه لغايه ما تلاقي العظم موجود. بعد كده بتشوف المقاس المناسب، لو حضرتك شفت يعني الحق ده بيركب بالمقاس، بالمقاس بريسفت يعني. بريسفت يعني محشوط، كل واحد له مقاسه طبعا. وكل المقاسات موجود. وفي الطبقه اللي جوه دي اللي بتلحم في العظم، والطبقه الثانيه دي اللي هي طبقه بولي اسيلين، دي بتبقى بين الحديد وبعضه. حلو. شوف حضرتك الطبقه اللي ورا دي. أيوة. بتبقى معرجه ازاي، بحيث ان العظم ينمو جوه التعريج دي، بيسموها مالتي بورس. العظم فعلا. وبعليها طبقه هيدروكسي ابيتايت بتلحم مع العظم. حلو. بحيث ان هم يبقوا حته واحده. والناحيه الثانيه انت بتركب بتجهز نخاع العظم، وبتركب فيه برضو ايه المفصل ده. بحيث ان يبقى الجزء الساق اللي جوه ده محشور جوه المفصل جوه العظم، بيلحم في العظم، ودي الراس اللي بتركب بقى. بعد كده بترجع مكانها. طب عشان يرجعوا يمسكوا ببعض ايه، في هنا عضلات واربطه. انت ما قطعتش كل الحاجات دي خالص. كل حاجه في مكانها. انت مجرد ان انت دخلت عملت القصه دي ومحافظ على كل الحاجات التانيه، وسعت بس كده يمين وشمال ودخلت في النص. في طبعا بطرق جراحيه معروفه وابروتش معروف و طريق جايد لاين. طريق عارف انا رايح فين، بين العضلات وبين بعضيها. موصوف، حاجات موصوفه. حلو قوي. تمام. انا هرجع بس سن الحكايه دي. حضرتك في اول العمليه احنا ظبطنا التجويف اللي بتاع العظمه اللي انا هغيره. تمام. وحضرتك قلت لي انا بحط حاجه كل واحد مقاسه. تمام. يعني انا لازم اقيس المقاس ده قبل العمليه. طب لا حضرتك اثناء العمليه. اثناء العمليه حضرتك الحاجه اللي انا بظبط بيها دي مقاس، وبحاطط بقى مقاسات الراجل ده كل حاجه. بيبقى فيه يعني الاوضه مليانه مقاسات. يعني حضرتك علشان تبقى حضرتك عارف المفاصل دي اللي يشتغل فيها لو مش حاطط كل الظروف معاه يحصل مشاكل معاه. ايوه. جميع انواع المفاصل، جميع انواع المقاسات، لو في مقاس ناقص ما اشتغلش العمليه، اجلها. اصلا انا مش بعمل حاجه متسرع فيها. مش ايمرجنسي، مش حاجه في القلب. ايوه. القلب هيقف دلوقتي فلازم ادخل عمليه. احنا لازم تجهز. تجهز كويس. تدي نتيجه كويسه. حلو. تجهز ويكون طبعا المستشفى اللي انت بتشتغل فيها برضو مجهزه بكل بالتعقيم الممتاز، بكل الاجهزه اللي تسهل لك الموضوع. وشركة المفاصل تكون برضو شركة عالمية معاها كل المقاسات، ما فيش حاجة اسمها مقاس ناقص. يبقى ده اللي نعوزه، هعمل ايه ساعتها؟ وفي مقاسات حضرتك زي مقاس 34 36. حضرتك اصل حضرتك دي حاجة بالملي. يعني حضرتك لو مش راكب بالملي، هو حضرتك بتعمل له ريمنج او تظبيط بمقاس. مثلا انا قست مثلا 52، باخد ترايل يعني تجربة 52 واحشرها. التجربة دي لو مش محشورة وبشدها كده ما بتطلعش ما بتتحركش، يبقى مش هتنفع. حلو قوي. والمفصل اللي موجود برضو هيبقى 52 ده اكتر ملي من الترايل اللي انا حطيته، بحيث ان ما ادق عليه جامد يبقى 100 100. بمعنى صح ان هو لبس مكانه، اتحشر حشرة. وبعد كده نحط له مسامير كمان كزيادة تثبيت امان. طيب هنا هنقف بقى راجل كراجل بتاع بطنه بقى، اللي بتوع البطنه هنا اهو. الوزن والعمليه دي. طبعا دايما دايما بتتحول لي حالات عشان اخسسها. طب تقول لي في التعبير انا عايز اخس بسرعه عشان عمليه تركيب مفصل. طبعا، لانه هو لو وزنه زياده المفصل اولا تركيبه هيبقى صعب ونتائجه هتبقى اوحش. ليه بقى؟ ليه؟ لان انت عندك المشاكل العمليه في حد ذاتها
كجراحه في جزء انت عايز توصل لجوه الحوض، لما يبقى مسافه الدهن قد كده فرصه الالتهابات والصديد عاليه. صح. لما يبقى عندك فرصه انه يحصل له جلطه في رجليه، دي فينس ترومبوز يعني جلطه الاورده، جلطه الساق دي تبقى اعلى في الناس اللي هم التخان. صح. وان هو هينام في السرير على الاقل خلاص اسبوعين ولا حاجه، بقى انت عندك الفرصه اعلى. ثانيا المفصل نفسه عمره الافتراضي هيبقى اقل، ان انت حضرتك زي ما تكون بتحمل على الترابيزه دي وزن حط عليها 100 كيلو وهي شايلاهم، لو حطيت 120 اكيد مش هتحملهم فتره اطول. نفس الفكره. بس. حلو قوي. بعد العمليه ايه المطلوب من العيان ده اللي عنده سكر برضه ياخد باله من ايه؟ يعني هل مريض السكر له بريبريشن خاص؟ هو مريض السكر زي اي مريض سكر حضرتك بيتجهز لعمليه، حضرتك لما بيجي لك مريض سكر عايز يعمل عمليه، اي ان شاء الله عمليه عيون لازم السكر يتظبط قبل العمليه وبعد العمليه. ثانيا ان هو يبقى المكان اللي بتعمل فيه العمليه تعقيمه عالي. طبعا. يعني لازم مثلا زي المستشفى التيسير عندنا لازم بياخد مساحات من كل الاماكن والحيطان والترابيزات كل فتره وتتحلل دوريا انفكشن كنترول يعني لازم. ده اساس. المستشفيات بتتنافس على جوائز في الحاجات اللي زي طبعا اساسي. وفي المفاصل حضرتك موضوع يعني ممنوع يبقى في زي حضرتك بالظبط عمليات العيون كده. ما ينفعش اصل هي مش مثلا انا مش عمليه مش ليزر لان حضرتك حط حاجه ميته جوه اللي هيمسك فيها. دي نقطه مهمه قوي. طبعا لانه لو حصل التهاب على حاجه معدنيه طبعا ده هنا لازم افتح لازم افتح هتشيلها ويشيلها. أيوة. زي صمامات القلب بعد ما تمام زي العدسات اللي في العين. نفس الفكره نفس القصه. لازم افتح ساعتها لان حضرتك انت بتقاوم المرض الميكروب ازاي؟ ان انت عايز دم يروح له بيشيل مقاومه كرات دم ومضادات حيويه او طب المكان اللي احنا حاطينه ده ما فيهوش دم، ما فيش دم رايح له. صح. فلو مسك فيه الميكروب مستحيل يطلع لما تشيل ده. ده بقى لازم يتعمل عليه كنترول. وطبعا في نسب عالميه ان لازم يحصل صديد، ممكن يحصل صديد في نسب عالميه وليها علاج طبعا، بتشال وتحط حاجه محمله بمضاد حيوي ومكانها وفتره معينه وتتشال وتحط مفصل تاني. عظيم. يعني كل حاجه ليها حل طبعا، بس يعني ايه لما تبقى انت المنع احسن من ان انت تعالج دايما يعني. اكدنا وقايه خير من علاج. طبعا اكدنا على النقطه. طب انا هروح لنقطه مهمه، هي ماذا تطلب من عيانك بعد تركيب هذا المفصل؟ هل يتحرك عادي؟ خلاص احنا هيقعد قد ايه؟ وفي حركات خريطة حياة. في حركات في الاول بتبقى ممنوعه يعني في حركات في اول فتره من الحياه، وطبيعي ان المفصل عمره ما هيبقى زي الطبيعي 100%، بس في حركات ممنوعه تتجنبها عشان المفصل ده ممكن يتخلع من مكانه. ان انت مثلا ما تجيبش رجلين على بعضيها، يعني القعده اللي هي حط رجل على رجل دي تتجنبها، لان احنا فاتحين في الناحيه بره لما تضم رجلك كده بتزقه لبره. ان انت تقعد مقرفص يعني قاعد قرفصاء ده او تربع، انت كده بتحطه في وضع شديد جدا ان انت المفصل ده ممكن يعني عمره الافتراضي يقل او يتخلع. ان انت مثلا ما يعني ايه يعني مش مثلا يعني حركات العنيفة مش مطلوبة في الأول، بعد فترة لو أنت وزنك خفيف ومركب ما ممكن تعمل كل حاجة ما حدش يحس إن أنت مركب مفصل. في العموم بقى يعني أنا كإنسان طبيعي عشان أتجنب إنه يحصل لي مشاكل في مفصل الفخذ. تمام. إيه الحركات اللي أنت تنصحني إن أنا ما أعملهاش؟ وضع رجل على رجل ممنوع حتى على الإنسان الطبيعي؟ لا، الإنسان الطبيعي ما يعني يمكن مفصل الفخذ مش زي مفصل الركبة شوية، مفصل الفخذ محاذيره قليلة. هو محاذيره معظمها حاجات تبع الأكل الصحي عشان الخشونة، إن أنت مثلا واحد عايزة تدخن تاخد كورتيزون دخلها في مشكلة. مريض مثلا عنده ذئبة، واحدة عندها ذئبة حمراء عنده روماتويد لازم يعمل فحص دوري، لو حس بألم في الفخذ يعمل أشعة رنين عشان يشوف عنده نقص الإمداد الدموي ولا لأ. يعني مفيش محاذير كتير في الموضوع الحياة اليومية من مفصل الفخذ، لأنه هو
مفصل حركته واسعه ومفيش منه مشاكل. انما هي الحاجات العاديه اللي هي الرياضه، قله الوزن، الحاجات دي طبعا مطلوب طبعا نخس نلعب شويه رياضه حلوين، بلاش الحاجات المفاجاه الغريبه دي. انت نورتنا ربنا يخليك. وانا يعني فعلا انت اثريت البرنامج واضافه مشرفه لينا، وبشكرك شكرا جزيلا على انك انت بتتكبد يعني معاناه سفر من الزقازيق الحبيبه الى هنا اهوت. وطبعا بلدياتي، فانا انا راجل بعشق الشرقيه وبعشق اهلها ولنا شرقاوي يعني شرقاوي من السيده زينب وعايش في المهندسين خليط عجيب كل شكر والتقدير لضيف العزيز الخبرة العلمية الكبيرة والاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا الاستاذ الدكتور محمد عبدين استشاري جراحات العظام بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس وحدة جراحة المفاصل الصناعية بمستشفى التيسير الدولي بالزقازيق ذاك الصرح الكبير. كل شكر والتقدير ليك وسلامي للدكتور جزر يعني خالص يعني طبعا قيمة علمية كبيرة ونفسي يشرفنا مرة، يبقى شرف كبير لينا الدكتور محمد جزر يبقى معانا على الهواء. طبعا قيمة علمية كبيرة، نورت ربنا يخليك. خليكم مع الدكتور ما تروحوش في حتة تانية. في أجيال كتير قوي اتربت على ثقافة خلع الأسنان، هندخل في مناطق ما دخلناش فيها قبل كده. الزرعة رقم واحد في العالم، مصنوعة مادة اسمها روك سوليد. احنا بنستخدم أعلى تكنولوجي، التجميل تجرأ عليه غير المتخصصين، وبنعمل بروتوكول تجميل الأسنان زي الكتاب. انت من حقك كحالة تطمن للدكتور. انا نفسي نوصل بحاجة اعلى من كده. عايز تعمل سنانك روح مصر، على فكرة ده يفيدني. ايه هي اللمسات الفنية بقى اللي انا بحطها وبخلي السنة تبان طبيعي؟ السنة الطبيعية ليها كاركتر، ليها شخصية. لازم لما حد يشوف شغلك كل ده شغل دكتور الفلاني. تجميل الاسنان قواعده ايه؟ الناس بتشتغل دلوقتي على ان الزراعه ما تبقاش كده. اول من ادخل فكر تجميل الاسنان داخل الشرق الاوسط. الطبيب دوره الاساسي العلاج، وانه يوصل الحاله لاحسن وضع ممكن. الخلع هو السبب الاساسي في التقدم في السن شكلا. انما التجميل يبقى كل واحد بيقول انا دكتور تجميل وما عامل. انا خايف عندكم قلت صوت. اهم حاجه في تجميل الاسنان الشيد السنه نفسها. تجميل الاسنان فن.